ضحايا نساء ولا ضحايا بيئتهم. مكملين معاكم في السيزون الثاني من ضد الرجاله، ولكن موضوعنا النهارده موضوع مؤلم، موضوع بيتعب نفسيه ناس كتير قوي. موضوعنا النهارده عن الخذلان. الخذلان هو مجموعه من المشاعر المؤذيه للنفس والمؤذيه للروح، مجموعه من خيبات الامل تشعر الانسان بالوحده والضياع وعدم الثقه في اللي حواليه. ومعانا النهارده ضيف شرف البرنامج دكتور ابراهيم هيكر، استشاري العلاقات الانسانيه والصحه النفسيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دينا. موضوعنا النهارده هو موضوع نفسي بحت، موضوع روح، موضوع قلب، الخذلان. عايزين نوضح للناس ايه هو مفهوم الخذلان. حلوه التنهيده. اصعب حاجه ممكن يمر بيها الانسان حقيقي انه يتخذل من شخص كان مستني منه حاجه او متوقع منه حاجه، وبالتالي النتيجه بتكون غير متوقعه، بيعلي سقف توقعاته تخيلاته مع شخص ممكن يجي في وقت لا يبالي، او ان احنا يكون بيننا وبين بعض ميثاق واتفقنا عليه وفي الاخر واحد فيهم ينقض الميثاق، او ان انا اكون في وقت مستني شخص ان هو يجي في الوقت ده وما يجيش، او مستني كلمة تدعمني في وقت وما لقيهاش، او مستني مناسبة حتى مستني منها تليفون، او مستني شخص، مستني الشخص ده بالذات في المناسبة دي بالذات هو ضمن دون عن كل الناس وما يجيش. صعب قوي يا دينا، يعني الموضوع حتى اثر فيا انا شخصيا، لان يعني ممكن نكون كلنا مش هنقول اتخذلنا، ولكن هو الناس اللي احنا بنتعشم فيها قوي وبنديها ثقة قوي، ومعظمنا مر بالمرحلة ديت او مر بالقصة دي، وفي الاخر تلاقيه ليه، يعني اشمعنى، هو انا استحق ان يتعامل فيا ديت. فاعتقد ان الخذلان ده موضوع كبير. زي ما دكتور ابراهيم قال، ان او بنسال نفسنا البني ادم اللي بيحس بمشاعر الخذلان، هل انا استحق هذا الاحساس؟ الاجابه لا. احنا اسفين لكل حد اتخذل، كل حد اتوجع، لان مفيش بني ادم على وجه الكره الارضيه يستاهل انه يحس احاسيس موجعه زي الخذلان. طيب، بس هنا بقى السؤال، ايه السبب اللي بيؤدي الى الخذلان، او اسباب الخذلان اللي بتخلينا نحس احساس الخذلان؟ دايما اي اتنين بيبقوا شركاء في حياه وبيقفوا مع بعض وبينطلقوا مع بعض وبيجروا مع بعض وبيعيشوا ايام حلوه مع بعض وبياكلوا مع بعض، عارفه انت اللقمه اللي بتتاكل دي بيبقى ليها تمن، العيش والملح، والوعود ليها تمن، والكلمه ليها تمن. طبعا تخيلي كده اتنين خاضوا هذه الحياه بكل بقى اوجاعها وكل مشاكلها مع بعض، ويجي طرف من الاطراف يتخلى، يجي في النص كده ويقول انا مش قادر اكمل، او انا مش اصلا انا زهقت، او انا مليت، او انا تعبت، او انا يعني انا لسه كنت في مشكله من ساعتين ثلاثه كده. فاتنين بيخوضوا الحياه مع بعض، هما الاثنين خطيبها بقاله سنتين وجاي قبل الفرح كمان كام يوم ويقول انا مش قادر اكمل. طب ايه اسبابك؟ انا ما عنديش اسباب، انا شايف ان انا مش قادر اكمل. طب والوعود اللي انت وعدتها للشخص ده، إيه انت متخيل ان البنت دي اللي انت هتسيبها بكل انت مفكر انت هتسيبها هي مثلا زعلانه على انها هتتساب، او مثلا موضوع الزواج بس، انت مفكر ان المشكله انت عارف وجعها قد ايه، انت تعرف ان هي ممكن ما تعرفش تكمل حياتها، انت تعرف ان هي لو كملت مع شخص اخر هتفضل فاقده الامان وفاقده الامل وفاقده لحقائق الحياه كلها من اولها لاخرها بسببك انت. وجع النفس والوجع اللي انت سببته ليها اعتقد ان هو ما حدش هيعرف يعالجه في الحياه، انت مش هتعرف تعالجه ولا انا هعرف اعالجه، ولو رحت لطرف ثالث برضه مش هيعرف يعالجه، هيفضل في نقطه سودة هي
شايلها ليك طول حياتك. عشان كده ما انتش قد الوعود وما انتش قد الحاجة، اوعى تدخل وتعمل حاجة زي ديت. ولو انت دخلت عندك مهلة أكيد. يعني الخطوبة او الشراكة اتعملت في فترة كده عشان تشوفوا بعض منها عاملين ازاي، ما تزودش، خليها مدة قصيرة عشان ما تتعلقوش ببعض، وبعد ما تتعلقوا ببعض تفضلوا بعد كده تزعلوا على ايه اللي هيحصل بعد كده. علشان كده اكتر حاجة بتسبب الخذلان الامان اللي بيديه شخص لشخص ويقع منه، الكلمة اللي بيديها شخص ويقع منها، الوعود. خلي بالك ثلاث حاجات: الوعود والعهود والثقة. الوعود والعهود والثقة. والثقة وعدت خليك قد وعدك، عهد خليك قد عهدك، حد وثق فيك خليك قد الثقة اللي حطك فيها، خليك راجل وانت خليك ست بجد. كفاية المجتمع في انهيار كامل، في انهيار كامل بسبب كلمة بس لو حطناها في حاجة بس اسمها الخذلان. نخلي بالنا يا جماعة علشان معظم القضايا اللي بتيجي ومعظم الناس اللي بيحصل لها مشاكل في حياتها بتقع تحت هذا البند اللي هو بند الخذلان. حضرتك قلت كفاية وعود كاذبة وكفاية عهود لم يتم العمل بها وكفاية ثقة اتهدت. كتير قوي مننا تاه بين عهد وعد وثقة. زي ما قال دكتور إبراهيم، خليك راجل وخليكي ست. المجتمع دلوقتي بقى موجود ومليان أشباه رجال وأشباه نساء، زي ما دايما بنقول في برنامجنا، كل واحد فينا بيبني أماله وبيبني ثقته وبيبني مستقبله على وعود من شخص أو عهد منه أو ميثاق بينه وبينه، أو حتى حط فيه الثقة. خلينا نكون قدها. الوجع مش سهل، الوجع ممكن يموت، الوجع ممكن يصيب الإنسان بالقهرة، يصيب الإنسان وجع القلب. يا جماعة زي كأنك بتحس بعظم جسمك كله بيتكسر. في ناس بتوصل أهات ووجعها وقهرها لأصوات إحنا ممكن لو ما حسناش نفس الموقف نتوجع أضعاف عليهم. بس عايزين يا دكتور إبراهيم نقول بقى، الإحساس النفسي أو المشاعر اللي بيحسها المخذول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يدينا بيقول لسيدنا موسى: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدسة طوى. دايما أنا بفسر القرآن التفسير نفسه لبعض الآيات بيكون موجه إلى الأنبياء وبيكون رسالة كمان لنا إحنا كمان. يعني رسالات القرآن كلها هي مش موجهة فقط للأنبياء والصالحين، ده موجهة لكل البشر عشان نتعلم منها بالضبط. فاخلع عليك يعني اقلع الجزمة بتاعتك علشان انت داخل في الوادي المقدس، واحنا داخلين المساجد بنقلع النعال بتاعتنا عشان ندخل، عشان احنا داخلين في حضرة المكان المقدس الطاهر. بيوتنا تستحق ذلك ايضا. بيوتنا تستحق ان احنا واحنا داخلين وبنقلع النعل بتاعنا احنا كمان نخلع كل همومنا وكل احزاننا وكل اوجعنا، لان احنا داخلين في اكبر مكان مقدس. هو مين اللي عمل المكان المقدس ده؟ مش ربنا سبحانه وتعالى؟ مين اللي حط الميثاق الغليظ بين الراجل والست؟ مش كب كلمه؟ مش قالت له لو قالت له زوجتك نفسي خلاص بقت مراته؟ مش الكلمه دي خلاص بقت ميثاق غليظ بين اتنين ممكن يتجوزوا بكلمه وممكن يمشوا بكلمه؟ أكيد. مين اللي حط الكلمات دي؟ مش ربنا سبحانه وتعالى؟ طبعا. مش احنا بقى نكون قد الكلام اللي الميثاق الغليظ ده ان ربنا يكون حاطه لنا؟ اجي انا من بره بعد ما ادي لحد كلمه ميثاق غليظ، واحده سابت بيتها سابت اهلها وسابت الدنيا كلها وجات لحد عندك، تقوم تخذلها، تقوم تهنها، تقوم تذلها، تقوم تضربها، كل ده بيندرج تحت كلمه ايه؟ الخذلان. انا طبعا. انت بتخذلني ليه؟ انا مستنيه منك ان انت تخليني ملكه وتخليني اميره، تحطيني تنزلني قوي كده ليه؟ البيوت بتنهار دلوقتي يا دينا، بتنهار عشان كلمه الخذلان. ولادي لما يلاقوا اب بيخذل ام او ام بتخذل اب، لان الاثنين انا بحمل المسؤوليه كلها في الاثنين دلوقتي طبعا. 50-50 الاب والام مشتركين في نفسيه الاولاد. الام لازم تصلح والاب لازم يصلح. الراجل هو القبطان وهو قائد السفينه، والست هي كمان هي بتقود معاه وبتسوق معاه،
واحنا عارفين ان ده ان 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 البيت هو اساس المجتمع كله، واولادنا اللي طالعين دول لو شافوا اب وام الاثنين بيعاملوا بعض باحترام من غير اي خذلان هيطلعوا صالحين. وزي ما دايما بنقول في البرنامج بتاعنا، كل واحد ليه دور وليه رساله، مفيش واحد فيهم دوره اهم من التاني. حتى الابناء هم مشتركين في تربيه الابناء، مشتركين في نفسيه الابناء، مشتركين في المبادئ والقيم اللي بيتربى عليها ابنائهم. فطبعا الخذلان اصعب احساس ممكن اي انسان يحسه، سواء ابن سواء بنت سواء زوجه سواء خطيبك او زوجك او ابوك، ايا كان من الطرفين، مفيش اي طرف يستحق ان احنا نخذله او نهد الثقه اللي بيننا وبينه. اصعب الاحاسيس او الاصعب نفسيا الخذلان العاطفي او خذلان من شخص بحبه، ولا الخذلان من الاهل والاصدقاء؟ كلاهما سواء، الاثنين زي بعض. اصل انت بتكلمي مشاعر، يعني انت بتخاطبي دلوقتي المشاعر. تمام. المشاعر لا تناقش، المشاعر دي لما صوتك الداخلي يقول انا بحب، انا بكره، انا بقلق، انا بخاف، فانت تخلي بالك من الصوت اللي بيتقال. كلمه انا لما تتقال انا ما بعدها، خلي بالك من اللي وراها، لان اللي وراها انا عارفه انت بيبقى لما احساس طالع. بتجيبي طبق كده، الترابيزه دي تخيلي كده لو مالينا اكل وانا قاعد باكل من كل طبق معلقه وباكل من هنا، فانا بقول انا ضعيف، انا اتخذلت، انا وحش، انا 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 انا، كل دي مشاعر معالق قعدت، انت قاعد تاكل تغذي الروح بتاعتك. فتخيلي بقى لو انا قاعد مع في علاقه ما مع شخص ما، سواء بقى كان حبيب او قريب او بعيد او اي حد، وهو قاعد طول النهار ياكلني من المعلقه من الطبق بتاعه. تخيلي الطبق بتاعه ده اصلا هو مش اكل، وانا بياكلني حاجات انا قاعد باكلها، هي بتبوظ جسمي وبتبوظ عقلي، بتخليني بيحصل لي نوع جسمي مش مستحمل، انا مش متحمل. عارفه في ناس بتيجي في وقت كده يا دينا هو فعلا مش قادر، بيبدا بقى يقوم عامل ايه، يبدا بيصرخ وانا مش قادر. عارفه ساعات في ناس بتاخد قرار مره واحده ان انا والله ما مكمله، والله ما مكمل الحياه. طب يا ابني مش مكمل، مش قادر، باور خلص، خلاص خلصت بقى، حط طاقة في حتة معينة وخلصت. أول ما حصل الخذلان الطاقة دي وقفت. ليه بقى؟ وخلصت ليه؟ عشان هو فقد إيه؟ فقد، خلاص فقد أي شعور حلو، لقى المقابل ليه أو العشم اللي اديه أو التوقعات اللي زادت، اتدشدشت كلها فوق دماغه، فبقى خلاص هدي ليه تاني. هنقولها سيكولوجيا بقى، هو بدأ يقيم قيمة المشاعر، يعني يشوف قيمتها قد ايه. لو عملناها كده درجات، هي بقت كم من عشرة؟ واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة من عشرة؟ صفر. هي بدأت الاول عشرة من عشرة، حلاوة البدايات، ونزلت للصفر، دلوقتي بقت صفر. هو قيم العلاقة كده، خلاص هو اكمل ليه، اكمل ليه وهي صفر؟ يبقى انا اي حاجة حلوة بديها بتتردلي باحساس سلبي. فالاحاسيس انا ما جيش ناحيتها، وبالذات لما ابني يجي يتكلم معايا ويقول لي بابا انا بحب، انا زعلان، انا فرح، اوعى تقلل من قيمه المشاعر اللي ابنك بيقولها، لان انت لو رحت هو داخل عليك وهو فعلا زعلان، وانت تخيل كده قمت جاي ايه صدمته مره واحده، قلت له لا الموضوع ما يزعلش، انت زعلان ليه؟ هو داخل معيط ومنهنه من العياط، وانت داخل بتقول له اصل فلان صاحبك ده اللي في المدرسه، لا ما لا محتاج تدي قيمه لمشاعره. ادخل يا باشا، ادي له سبورت، عارفه، ادي له احاء ان الموضوع فعلا مهم. انما في ابهات وامهات الابن داخل وهي ماسكه الموبايل بتستهتر بمشاعر ابنها، فعارفه اللي هو ايه، او بيستهتر بمشاعر، والله ده قمه الخذلان. انت خذلان على خذلان بقى، تقييم المشاعر بين الام وبنتها هتوصل لصفر من عشرة. فلما تقع بقى في مشكله بره في الشارع مش هتلجأ لك، لان انت اصلا اديتيها ايماء وايحاء بجسمك ان انت مش مهتمه، مفيش اهتمام، خذلتيها في البدايه. الابن لما يروح يحكي لابوه انا حصل لي كذا كذا كذا، ويقابله هو قاعد على الموبايل او يقابله بحاجه، انت هديكي مثال، تخيلي كده ابن راح يستقبل ابوه في المطار وداخل ياخده بالحضن وجواه شوق، فابوه قفله وقام عامل له كده وما حضنش، بودي لانجويج كانت، ايه رايك الابن ايه اللي هيحصل له؟ هيحس ان مفيش نفس، مفيش تبادل لنفس الشعور. هو بالظبط كده، هو مفكرها هو مش حضن مطارات، احنا بنتكلم عن قضايا في الحياه، احاسيس ومشاعر. ابنك هو صنيعتك، بنتك هي صنيعتك،
حبيبتك هي مراتك هي صنيعتك، انت اللي بتصنع. يعني خلينا نقول ان الراجل دايما صاحب الفعل الاول والست تبع او احساسها تابع لي. يعني الراجل بيقود حتى المشاعر والاحاسيس والست دايما تابعة لي. الراجل هو الخيال، هو القبطان، هو القائد، هو ربنا خلقه كده، حط القوامة كلها فيه. قوامة مش مصاريف وفلوس، القوامة هي القيادة، ان انت تقود وتدخل وتفايد في المعركة وتبقى ماشي مع اهلك، انت اللي قدام، انت اللي انت كل حاجة. هو ربنا خلقك كده، وهي اصلا بتحب تاخد تدخل في جناحك كده. انت عارفة ليه الست اتبدلت وبقت هي بقت هي اللي عايزة تبقى هي القيادة؟ عشان الراجل تخلى عن القيادة، المكان بتاعه مش موجود. يعني عشان كده موجود في مكان بالظبط. فهي الست هي بتحب كده انها تكون، مش هنقول يعني وراه، هي بتحب انها تكون مسنودة بيه، حتى لو هما الاثنين مع بعض بيسندوا مع بعض وبيعملوا كل حاجة مع بعض، بس هي دي هو ربنا خلقها كده، وخلق الراجل كده للقتال. فادوا لكل واحد مكانه وادوا لكل واحد وضعه. عشان الولاد الصغيره لما تشوف الاب بيقاتل بالطريقه دي والام بتقاتل في المكان بتاعها، عمرهم الاثنين كل واحد متحمل مسؤوليته، كل واحد متحمل المهام، محدش بيتخلى عن المسؤوليه بتاعته. اروح لك في الوقت اللي انا مستني، ما تغيبش في الوقت اللي انا محتاجك فيه، مستني الكلمه قول الكلمه، مستني الدعم ادي الدعم. مش هتخسر حاجه أكيد. مش هنخسر كلنا حاجه. الكلمه الطيبه صدقة. طلع الكلمة من بقى كده وقولها. لو واحد بتحبه قوله أنا بحبك، لو واحد بتكرهه ابعد عنه، مش تروح تقوله بقولك أصلا اللي في قلبي على لساني، لا خد بعضك عشان ما تجرحش مشاعر. بس لو قريب منك ابدأ حاول مرة واثنين وثلاثة واربعة. ما تتخلاش يا راجل عن القيادة مرة واحدة وتقوم سايب السفينة وتنط منها، وانتي مش أول خناقة أو أول خناقتين ثلاثة الاقيك رحت لماما وبابا وخزلتي الراجل وما كانش مستني منك غير ان انتي استنوا على بعض شوية. اصبروا عشان برضو ما تمسكوش بعض قوي. وصلنا لمشاعر الخزلان وحسينا بالخزلان وتوجعنا، وبقى عندنا خلاص مشكلة نفسية ومشكلة عدم ثقة ووحدة واكتئاب. ازاي اتخلص من المشاعر اللي بحسها بعد الخزلان؟ طيب انا طول ما انا قلقان وطول ما انا خايف وطول ما انا متوتر وطول ما انا مكتئب، انا مش هعرف اخد قرار، مستحيل. يبقى ممنوع اول خطوه ممنوع اخد قرار وانا خرار. في الحاله دي طب اعمل ايه؟ اروح لذوي او اهل الحل والعقل، الناس اللي ليهم راي، الناس اللي رايهم سديد. ما اروحش اتصل عشان هي صاحبتي فام اتصل بها اعملي كذا، تقول لها لا اطلقي وخلاصي من الموضوع، يعني ما ينفعش تكملي. اروح لحد مختص. روحي للمختص، روحي بجد لطرف ثالث فعلا عنده من العقل ومن الكياسة ومن الفكر ان هو يحط لك خطة واحد واثنين وثلاثة. مش عيب، ده بيت محتاج ان انا انقذه وارجعه تاني. فطول ما انا عايش في القلق والتوتر والاكتئاب او اي نوع من انواع الاضطرابات اللي حدثت نتيجة الموضوع، يبقى انا مش عارف احل المشكلة بتاعتي. صح، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا دلوقتي رحت لطرف تالت عشان يحل الموضوع، يقول ما انا عملت كده، احاول ولا اوقف؟ حاول مرة واثنين وثلاثة. طب انا قيمت المشاعر او قيمت العلاقة بين الاثنين انها تنفع وما تنفع، مين اللي قالك انها تنفع وما تنفعش؟ مين اللي قيم العلاقة، انا ولا الطرف الثالث ولا بابا وماما ولا المجتمع؟ مين اللي فاكرة لما كنا بنتكلم في الطلاق الصامت، مين اللي بيقرر العلاقة بين الطرفين؟ هما الاثنين المفروض. محدش يقرر بنفسه. انا بص، هو تعبان وهي تعبان، هما خلاص الاثنين خدوا قرار وفي بعد هيحصل او في مشكله هتحصل. طب انا اعمل ايه؟ لازم الجا لطرف يديني فعلا افكار وامشي عليها بجد. طب اسمع الكلام، اسمع الكلام، سلم عقلك، بس سلم عقلك للصح، اللي انت حاسس ان الشخص ده بالفعل هيقولك اعمل واحد اتنين تلاتة، امشي عليها واحد اتنين تلاتة، واي خلل هيحصل بين الاتنين انت بقى تقيم العلاقه، يا اما تكمل يا اما ما تكملش، يا اما توقف. لان احيانا برضو العلاقه لما تزيد عن حدها يبقى اولا نوقف اي قرار ممكن ناخده. تاني حاجه نلجا لحد متخصص نقدر نطلع معاه المشاعر في مكانها الصحيح، يقدر ان هو ينصحنا نصيحه نفسيه او نصيحه علميه او نصيحه صحيحه. نحاول نبعد عن نصايح الاهل والاقارب. أيوة. والاصحاب والحاجات دي كلها، ما نستشهدش بحد. ناخد نقطة مهمة برضو، حتى كمان عايز اقولها، وقتنا في الوقت.
ايه؟ ناخد وقتنا في الوجع. طيب ناخد الوقت. مهم جدا ان انا اقيم العلاقة بين الاتنين. عارفة لما بنقعد قعدة مصارحة مع بعض احنا الاتنين نصارح ونتكلم كل واحد يحكي وجعه، اصارح نفسي بس بجد بصدق دايما. انا دايما عندي مقولة كده انا معلقة عندي على حد، الصادق موفق، دايما الصادق ربنا يوفقه. لو انا جاي اصالح كده واحط ايدي في ايد اللي معايا كده واقول له يلا يلا نتصالح، ربنا يوفق، ربنا هيوفقنا احنا الاثنين، لان مشاعرنا احنا الاثنين هتوصل لبعض. ما عندكوش صدق انتوا الاثنين، هتلاقي كل واحد بقى ايه، انت شايل اقعد كده وطلع ورقه وقلم واكتب جميع المشاعر اللي انت عايز تقول، انت عملت وعملت 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 كذا كذا، وانت عامل كذا وكذا. الراجل هيلاقي مليون حاجه اتكتبت، لان الستات ما بتنساش على طول، مخزنه مليانه مليانه. فخليها تكتب، مش لازم ان انت بقى تقول لها لا تعالي بقى اما اعلم لك بقى وتبدا تحاسب. هي ست، هي في الاخر وفي الاول ست، المشاعر بتاعتها غيرك انت. تمام، المشاعر الراجل غير مشاعر الست. تمام. فانت لازم ايه، تهدى شويه كده وتاخد الموضوع وتبدا تحل مشكلتك واحده واحده. تمام. وصلنا لنهايه حلقتنا. قبل ما اقول الكلمتين بتوعي، حابه من حضرتك توجه رساله كرجل لي او تعبر عن احساس الرجل في الخذلان في كلمتين. اياكم ان تخذلوا ابناءكم، اياكم ان تخذلوا اهاليكم، اياكم ان تخذلوا شركائكم في الحياه. اوعى تخذلوا، لان كل واحد فينا بيستنى من اي علاقه في الدنيا. هي العلاقات اتعملت ليه؟ اتعملت علشان يحصل في الاخر نتيجه، طرف واحد وطرف اتنين في يساوي. ايه اللي هيساوي في العلاقه ديت؟ هيبقى فيها نتيجه. فانا اياكم ان تخذلوا الطرفين، ده لازم تبقى معادله سليمه. واي حد داخل في علاقه، بالله عليكم لازم تلتزموا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه هو؟ اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن حطهم تحت اسمهم ايه المنافق، ان هم ثلاثه. فانت لازم تبقى ملتزم بالثقه، وملتزم بالوعود، وملتزم بالعهود، ملتزم بشرف الكلمة اللي تطلع من بقك. صدقني الحياة هتبقى أحسن وأفضل بكتير. شرفت بيك يا دكتور إبراهيم. رسالة آخر كل حلقة، إحنا كستات عبارة عن طاقة نور. في حاجات كتير قوي بتطفي الست، الخذلان بيطفينا، إن نحط ثقتنا في حد وأملنا في حد وما يكونش قد الثقة ده بيطفينا، انك تعلي سقف التوقعات بتاعتك في اشخاص او في حياة او في عمل او في اي حاجة، وبعد كده تلاقي سقف التوقعات ده بيتهد فوق دماغنا، ده بيطفينا. ان تتوعد بحب وحياة وميثاق واللي قدامك يخلف وعده، ده بيطفي طاقة النور بتاعت الست. في مقولة بتقول بين الواقع والتوقعات خيبة أمل. خليكي واقعية، لكن مع ربنا اطلبي المستحيل. اطلبي المستحيل، نخلي دايما الثقة في ربنا كبيرة، نخلي دايما أملنا في ربنا كبير، ثقتنا في نفسنا وثقتنا في ذاتنا قبل ما نحط ثقتنا في الآخرين هتقوينا. الخذلان من اشخاص حبيناهم ده خساره ليهم مش خساره لينا. الشخص الخاين، الشخص اللي مش قد الثقه، الشخص اللي مش قد العهود، الشخص اللي مش قد الوعود، هو الخسران في اي علاقه، عشان بيخسر قلب حبه، بيخسر شخص وثق فيه، بيخسر حد صدقه وامنه. ومن امنك لو لم تخونه ولو كنت خاين. أسفين على كل حد حس بمشاعر سيئة، خذلان أو عدم ثقة أو جحود أو أسوأ من طرف حبه. أسفين لكل إحساس وحش بتحسوا بيه من ضد الرجالة، ولكن مستنونا في حلقة جديدة.